مئات المتظاهرين من خريجي الكليات والمعاهد يعتصمون أمام مبنى مديرية التربية في محافظة واسط للمطالبة بالتوظيف وبالتثبيت على الملاك الدائم لوزارة التربية. الغضب على وجوههم بدا واضحا بعد وعود حكومية كثيرة بتوظيفهم، لعل أبرزها وعود الألف درجة وظيفية لكل محافظة والتي ما زالت حبرا على ورق. احنا طلعنا قبل سنة ونص بالضبط، والحد الآن ما حد مستجاب لنا، لا محافظ ولا مدير تربية ولا نواب. مطلبنا مثل ما تشوف، أول شيء إضافة فقرة بالموازنة للخريجين المعتصمين التربويين والإداريين وكليات السند والمعاهد. أكثر من 20,000 متظاهر محرومون من التعيين رغم مضي سنوات على تخرجهم. جاي نشوفه يعني مو خادم هو لهذه المحافظة، وكأنما هو أمير. قلت لك الضرب والطق، احنا باقين ومستمرين احنا، واقولها للرساله الى سيد المحافظ الى الاجهزه الامنيه، يعجزون ولم نعجز، احنا اصحاب حق. وليس الحرمان من حق التعيين هو السبب الوحيد لغضب المتظاهرين، بل ان استخدام العنف المفرط من قبل القوات الامنيه هو ما زاد الامور تعقيدا. مو انا خريجة طالب بحقي، البارحه نزل علي شغب، انت منزلشني داعش عمي، شفت العالم شلون ضربت هذا عليه، شفت التصوير، لا يرحمونهم بشر، لا يرحمونهم بنيه، شنو عمي وين احنا؟ بلد كله قانون، هاي خلي يشوفوا لنا حل، اذا ما كنا نرجع للشارع، لا يوصلون طريق مسدود، هاي كلام وجه لمحمد الشياع السوداني. صيحات المتظاهرين الخريجين ومطالبهم لاقت تضامنا من قبل سكان واسط، حيث عبروا عن استغرابهم من عدم استجابة الحكومة لمطالب الخريجين رغم وجود الوظائف الشاغرة في المؤسسات الحكومية. أنا طبيت إلى دائرة البلدية، هذا طبيت على المدير نفسه وحشيت وياه، قال لي أنا أعاني من نقص بكل الكوادر وكل الشعب وكل الأقسام، قانونية بها نقص، الدوائر الإدارية بها نقص. طيب هاي الشباب شنو ذنبهم يعني؟ متخرجين صار لهم 7-8 سنين 9 سنين متظاهرين، لا حد يلتفت عليهم، مجرد وعود وماكو تنفيذ. إهمال مطالب المتظاهرين الخريجين ومواجهتهم بالعنف تذكر بالسيناريو نفسه الذي واجهه حملة الشهادات العليا أمام بوابات المنطقة الخضراء في بغداد عام 2019، والذي كان الشرارة الأولى لانطلاق تظاهرات ثورة تشرين التي بدأت بمطالب حقه وانتهت بمطلب إسقاط نظام المحاصصة وسرقة المال العام.